الآونة الأخيرة تغير المناخ في جفاف في الفترة الأخيرة أثر على الأراضي الزراعية، حتى أن بعض الناس تركوا الزراعة في الأراضي وصلبت بعضها. فكانت هناك الحاجة الماسة لوجود خزانات لتعزيز الأراضي الزراعية بالمياه، وخاصة في أيام الشتاء مع ضعف الإمكانيات كان يعني ما نقدرش نزرع مرة إلا إذا جانا مطر، إذا ما جانش مطر بدنا كل أجافة، ما نقدرش نجمع حتى حق يصبر. الطريق مخربة ولا في خط ولا في واية تنزل عندنا ولا في أي شيء. ما بش مطر الجفاف بارع صاعي نجلس على ما احنا ما نزرع ولا ن. المشروع هذا ان شاء الله ان احنا بنعيد الارض بنزرعها وبنحييها ان شاء الله، وبيحصل لنا محاصيل زراعيه وبنحصل على القوت الضروري ان شاء الله.